تعلم وكيفاش تعلم الخياطة وكيفاش تحصل لراسك. تبعوا معنا المراحل اخوتي كاملين من اطلسي. المهم الخوت هنايا في هذه المرحلة هذه غادي نوريكم كيفاش تقطعوا الجلد باش تحصلوا يكون مقاد. هنا كنحطوها على الرجل الثانية اللي غادي تكون اللي غتكون في الرجل الأخرى على حساب باش تجي قدها في العبارة الثانية. راه الخوت الصالة هي اللي دسالها ماشي الخياطة. هنا خوتي في هذه المرحلة هذه غادي نقوسوا الرجلين، الرجلين اللي غادي يجيو في الداخل هنا غادي نقوسوهم من تحت باش ما يكونوش طالعين باش ما يزيروكش على هذا الجلد. باش ملي كتخيطها في هاد الجنب هذا ديك التقويصه فين كتجي كتجي هنا. الجلده الثانيه حتى هي غادي ندوب لها بحال هكا. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise.
شبريكا المهم اخوتي كما كتشوفوا هذا ماشي السكني ديال الحانوت داك العادي، هذا ما كيتعوش، هذا راه مصاوبو انا وضرب عندي 3 سنين، هذا هو العام الثالث اللي عندي. وكما كتعرفوا الخياطه راه كاينه جوج انواع، كاينه خياطه هكذا وكاينه خياطه سامبل اللي هي معروفه عند كاع الخياطه كاملين وعند الدراري كاملين. المهم الخوت هاد العكده هادي كما كتشوفوا، هاد العكده كتعكده من الديبار باش ما يفلتش ليك الخيط، باش ما يتحلش. وكما كتعرفوا راه الخياطه كاين جوج انواع، كاين هاد الخياطه هادي خياطه هكذا هكذا كيفاش كطلع. ومن بعد غنوريكم خياطه سامبل، وانا شخصيا كنفضل خياطه سامبل حيت الفرق بيناتهم خياطه هكذا كيديرها شي واحد زعما الا باغي يطلع في اللبسه ديالو معولش زعما يحلها ولا باغي يخليها ديما هكا، حيت هادشي كتكون مكنه. خياطه سامبل حتى هي مزيانه ولكن على حساب كل واحد شنو كيفضل. الفرق بيناتهم هادي كتدي الوقت. ممكن ما كتشوفوا هاد اللبسه ديال هاد السيد هذا باغي يخيط 8 ديال الجلدات، اللهم بارك. هادو ما كتشوفوا الجلد عنده، راه عنده جلد البالغ. أو السيد هذا يضحك معانا ها عيش لافي. كما كتشوفوا راه قال لي ودي باغي يدير لبسه كما وحده كنت درتها واحد العام، راه غادي تشوفوها معانا هنايا في الفيديو. غنوريكم التصاورات تشوف الفيديوهات ديالها. خيط هكذا انا كنديرها في الرجلين، الرجلين بزاف ومونطاج جهه اليدين معهم اللي كيزيد تقل، خص الخياطه تكون مكنه تماما مرخيه باش ما تبانش. وبالنسبه لشي وحدين كيخيطوا الجلود للدراري كيجي كيخيط ليه اليدين كيخيط ليه اليدين كيخيط ليه الرجلين وكيجمع ليه اللبسه، وفاش كيبيمونطي ليه كيزديه مع الحيط، كيلبس ليه اليدين كيلبس ليه الرجلين كيبيمونطي ليه كيزديه مع الحيط وكيجمعهم عليه، هو كيبدا يخيطهم عليه. اخويا هذيك راه ما خياطه ما والو، بيتي تخيط بيتي تمونطي لبسه مونطيها في الارض باش تعرف اش كدير. اما الا كتمونطي لشي واحد هو لابس راه كتزرف فيه.
اللي طويله هي اللي درناها هنا هي اللي كتجي في الشنطه في القنت هنايا، والرجل اللي صغيره هي كما كتشوفوا راه قصيره عليها شويه شتوا الرجل اللي قصيره هي اللي جات فهاد الجلبه هذا اللي من هنا ها هي خياطه هكذا كما قلت لكم في الديبار ديال الفيديو هي هذه هي خياطه هكذا كتشد الوقت وبالنسبه للرجل هكا كتطلع الصاله ديالها ملي كتخيط هاد الجلبه هذا راه خيطنا هاد الجلبه هذا الاخر غادي نخيطو بحال هكا وهكا غادي يطلع الرجل بحال هكا الرجل طلع بحال هكا هادي القصيره راه كتجي في الجنب هنا واللي طويله راه كتجي الفوق هنا فاش غنكملو ان شاء الله غادي نوري لكم الرجل كي غادي يطلع هنا خوتي كما كتشوفو غادي نوري لكم الخياطه السامبل اللي معروفه اصلا كلشي عارف ليها شكو كيبان من الخياطه مجموع هادي كتخلي شويه الفراغ مو كتبانش هادي كاع بجوج هما كيبانوش راه زيادة النهار هادي كيبدا يطلع الزغب فيها والخياطه عاديه اخوتي راه كاين عاوتاني اللي كيهرفها هي خياطه عاديه خاص تكون قباح حدا خطا كاين اللي كيخيط هنا كيجي كينقص كيضرب هنا وكيخلي الوسط خاوي هادي كتبان خاص ديما تكون تقبا قريبه الخطا باش تجي الخياطه مفينيه مقاده هيا الرجل دابا يلاه سنينا الخياطه ديال الفصل الاخر غنقلبوها باش نوريكم ديك الشلده اللي قصيره علاش درنا لها القيسه لسا هيا ديك الشلده اللي قصيره دابا كتبان بحال رجل وحده محلوله الشكر راه كيجي باه وريهم ديك البارتي اللي داخله لدا دور عندي دور عندي دور عندي هنا دور كي هي هذيك القصيره علاش درنا ديك القصيره من هنا حيت الا درنا شي وحده اخرى طويله غادي تزيرو هنايا تزيرو عليها هنا غادي تزيرو شتيها درنا وحده قصيره باش تجي طايحه هيا رجل ومازال ما متيرين ما والو راه هكاك ناشفين لحيف خوت هذه الرجل الثانيه اللي غادي نخيطو دابا انا لو كنت بايس احنا هذا وانا نبايس وانا راه شفت التويم يا حياة الرجل الثانيه
سالينا دابا غادي نقلبوها. اش قيسو خوتي. حنا دابا راه جمعنا رجلين، جمعنا رجل بوحده ورجل اخرى تاهي بوحده، غادي نوريكم دابا كيفاش تمونطيهم بجوج. اجي عندي، اجي عندي، ها هي ديك الجلده القصيره، غنحطو معاها الجلده القصيره تاهي الثانيه. ذاك النص حنا دابا علمنا غير الوسط تاع الجلود باش نبداو الخيطه من القلب، باش ديك الجناب ما يهرموش. قرب ليك هاك قاتل حسن. هما رجلين دابا اللي خيطنا من هنا، جمعناهم مونطيناهم، دابا غادي نقلبوهم باش نشوفهم كيفاش طلعوا. هاهما رجعنا اختي كيما جاو.